انا شايفه هون كتير زي ده. ايه ده؟ ده طبعا رز مختلف عن اي مكان. احنا بنعمل هنا رز اسمه رز اناناس، طبعا مفيش اي مكان تاني اشتغل بيه. يا رز الله، لا ده طبعا شكله اصلا تحفه. منفرد طبعا. ده اناناس فريش طبعا، بناخد اللي جوه الاناناس كله تمام، بنفرمه حلو، ونقطع منه كميه مكعبات، ونجيب الرز بتاعنا اللي هو السفود العادي، جمبري، كاليماري، كل الرز عادي. عايزه تضيفي اي حاجه من عندك تضيف، بس حلو. طبعا هو يفضل فيه الجمبري والكاليماري. حلو. بتاخد بتطبخن معهم او بتحطهم على وجه؟ لا، احنا بنخلي البتاع ونسيبها زي هي، ونغسلها ونحط الخامه بتاعتنا ونقلبها مع الاناناس. كل ده بيتقلب مع الاناناس، بيشرب الاناناس مع التوابل. الله. بيدي تيست اللي هو المزازه ده. وايه كمان بقى؟ ده طبعا جمبري، كاليماري، ده اناناس زي ما انت شايفه كده. ده الرز بتاعنا، شكله تحفه اصلا. وكيف بتكون اصلا الطعمه؟ بتكون ما بين يعني حلو وحادق. واو. طب وده؟ ده استاكوزا طبعا، بتعمل كذا طريقه. انا شايفه لونها احمر، انتوا ملونينها ولا لا؟ هي لما طبعا لما بتنزل المايه بتدي اللون ده. شايفه دي كده؟ اول ما بتنزل المايه بتدي اللون بتاعها الاحمر ده. اوكي، سبحان الله. فعلا الاستاكوزا طبعا احنا عندنا بنعملها كذا طريقه، مشويه بالزبده والثوم. احنا النهارده عاملينها بالبشاميل والمشروم الفريش. كل ده بنقطعه، بنطلع بشاميل ومشروم، بنسلق الاستاكوزا بتاعتنا، بنطلع اللحم، نشوح اللحم بالزبده والثوم، نحط عليه سنه كريمه لباني. انت بتعطيني الوصفه الصحيحه ولا ايه؟ عشان زي اوكي. بعد كده بنحط المشروم الفريش بتاعنا ده، قطع جولياني كده ناعم، وكل ده بيتلف مع اللحم الاستاكوزا، وبنعبيه ونديها الجبنه الموزاريلا، فلفل الوان. يعني كل ستات البيوت قاعدين عم يتفرجوا عليك هلا يا شيف علي. لا هنطلع منك كمان. شايفه الرز ايه ده؟ ده رز جرجير. رز جرجير؟ هيدي اول مره اسمعها. ده انا بسمع رز بال رز صياديه، رز سيفود، بصل. احنا بقى في مطعم فارس، كل يوم عندنا حاجه جديده، كل يوم حاجه جديده. فطبعا احنا بنقعد طبعا نخترع حاجات جديده، حاجات جديده، لحد ما نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها وللزبون بتاعنا عايزها. اسمعني، نحن انا سمعت انه في عندكم قنبله، وفي عندكم ايه ده بتاع الكلانشكو اف 16. اف 16 ده البور العام. لا انا عايزه الاف 16. شو بتعمل الاف 16 ده؟ طبعا نجيبها. نجيبها. ادي بقى ده اف 16. اوكي، هي بتتقدم كده صح؟ بتتقدم كده اهو. واو. في الكاس شرب كده، مش بما بتتشرب. ده عباره عن جمبري لحم اللي هو السويس الصغير. اوكي. بناخد الرز بتاعته، بنسلقها مع بصل وطماطم وجنزبيل فريش، وناخد البسك بتاعه نخليه على جنب، وناخد اللحم بتاع الجمبري اللي احنا طلعناه بنعمه مع البطارخ كافيار، كل ده بينعم، يتشوح بالزبده والثوم، وننزل عليه بالبسك مع الجنزبيل الفريش مع القرفس وجوز الطيب. يا الله شو هيدا؟ لا وشو كمان هيدا؟ ده شوربة فارس. احنا مش حننور، نحنا حنعمل فولت عالي. ده شوربة فارس المميزة، شوربة السيفود. فيها جميع كل الفوسفور، فيها بلح بحر، فيها جندوفلي، فيها جمبري، فيها كاليماري، فيها كابوريا، بالكريمة، عايزاها من غير كريمة، بالكرفس فقط، بس احنا طبعا بنقدمها بالكريمة هنا. رائع 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 صراحة. بدايه المطاعم كان سنه 90. احنا اساسا تجاره جمله يعني، كويس، عن الوالد وكده يعني. فسنه 90 عملنا في شرم الشيخ محل ان يبقى توريد فنادق. ففوجئنا وعملنا محل تيكاوي، يعني اخرنا سمك وسمك مشوي، سمك فريش وسمك مشوي. بصينا لقينا مع الوقت في زبون بيقول لي مثلا انا عايز اكل سمك مقلي. طب انا عندي مشوي بس. يقول لي ماليش دعوه، انا زبونك بيقول لك كل يوم عايز مقلي. اتصرف وقولي له حاضر. بعدها بصيت لي واحد بيقول لي عايز صينيه. طب انا ماليش صواني وما عنديش شفايه، اخري واحد بقف على الشوايه. فاتصلت بالحاجه، واحد على الصينيه، زميلي عندي عامل صينيه، عامل ايه؟ قالت لي 1 2 3 4. عملت زي ما حصل، وصلنا للصينيه دي. هي دلوقتي هي دي تطورت لغايه ما وصلنا دلوقتي. وبعدين شويه شويه بعدين طبعا عندي زباين. بصيت لقيت مثلا في زباين ناس مشهورين جدا بقوا عندي. طب ما عنديش مكان ياكلوا فيه خالص والله. انا كنت بقعد الناس تاكل على، عارف طوال السمك، بقول السمك ارصها على بعض كده واقعدوا صامين على ناحيتين بكراسي وياكلوا على طول سمك. مشهور جدا باسماء يعني، خد بال حضرتك. المهم فاضطرينا نعمل طبعا مطعم سمك جنبنا صغير يعني. بدانا بمطعم 32 كاس.
يعني يمكن عشان انت حضرتك تقوم من على الترابيزه لازم اللي وراك يقوم هو كمان عشان توسع يعرف يتحرك. 32 كرسي. فشويه شويه الحمد لله والشكر لله بقت سلسله مطاعم فضلنا عند ربنا. يعني كان عن اول حاجه محل صغير عشان تكبره، هو اول حاجه في الصعوبه ان انت لازم تجيب منتج صح. دي ساعدتنا عليها ان احنا اساسا شغلتنا تجار سمك. جبنا منتج صح. خد بقى عندك بقى سفر كتير جدا كل يوم، يطلب مني اوردرات وحاجات لفنادق. طب انا ما بوردش مثلا فنادق كتير، انا خلاص منتبه لمطاعم، اضطر نورد. والله يا فندم مصاعب كتير جدا جدا، احنا اربعه اخوات. كان فينا اللي بينزل الصبح 8 الصبح يروح 12 واحده بالليل، فينا اللي كلهم بيسافر. لازم توجد سمك لحضرتك. الكلام ده كان بدايتنا سنه 90، فبتكلم حضرتك في وقت كان لسه الدنيا ما اتطورتش بالطريقه اللي احنا فيها دي. والحمد لله والشكر لله. اهم وزاد ناس بيها مطاعم فارس، اول حاجه السمك فريش جدا، طازه جدا. بنهتم باول حاجه بالفريش في اي نوع، اول حاجه فريش جدا لحضرتك. تاني حاجة بقى كل الخامات اللي بعد كده خامات مظبوطة، ما عنديش حاجة بتيجي كده أو كده أو حاجة مستوردة، لا لا، كله عندي حاجة مظبوطة. ده اللي يميز. وبعدين حاجة تانية حضرتك، أنت بص على العرض بتاعنا في أي مطعم في أي مكان، شوف الشغل عامل إزاي، شوف شكل السمك إيه. يعني ما عنديش حاجة اسمها في مطعم سمكات تقعد يومين ثلاثة، ما عنديش الكلام ده كله. خد حضرتك؟ عندي مكان سمك جملة، أي حاجة بس حاجة بتاع ترجع تاني. عندي بقى ما شاء الله يعني بهتم بكل صغير وكبير. من اول بهارات بتيجي منين، الرز بيجي ازاي، كل حاجه.